كيف يجمع بين الرواية التي تقول فيها السيدة عائشة ما استكمل صيام شهر إلا رمضان، والرواية الأخرى التي أيضا ترويها السيدة عائشة فتقول فيها فيما ترويه عنه بل كان يصوم شعبان كله؟ الروايتان موجودتان في صحيح البخاري. الجمع بين الروايتين ذكر العلماء فيه مفاهيم. المفهوم الأول أن قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الثاني بل كان يصوم شهر شعبان كله أي جله، هذا فهم، لأن العرب تعمم فيما يغلب، إذا رأت العرب الشيء قد غلب تقول كله فتعمم عليه كله، فيكون كل هنا في صيغة العموم لكن لها مخصص، أي المقصود بها جله أي أكثره، كقول الخضر عليه السلام فيما يرويه عنه رب العزة سبحانه وتعالى يأخذ كل سفينة غصبا، كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هل كان الملك يأخذ كل سفينة كل؟ لا، هو كان يأخذ كل سفينة تامة سليمة، بدليل أن الخضر عليه السلام خرقها حتى لا يأخذها الملك. إذن كل تستخدم في لغة العرب بمعنى الاستغراق، وتستخدم أيضا في لغة العرب بمعنى الغالبية التغليب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة. هل كل محدثة على الإطلاق تدخل في البدعة التي هي أيضا كل بدعة ضلالة، وبالتالي كل محدثة جديدة تكون ضلالة؟ الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن المحدثات الدنيوية إذا لم تخالف الشريعة ليست بضلالة. إذا السيارة هذه محدثة فهل نقول كل محدثة بدعة فإذا السيارة بدعة، وكل بدعة ضلالة إذا السيارة ضلالة؟ إذا أخذنا كل على ظاهرها لا تقبل الاستثناء ولا التخصيص ولا النظر فيها، فمعنى ذلك أن كل سيارة محدثة، بالتالي كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل سيارة بدعة فهي لأنها محدثة إذن كل بدعة ضلالة، إذن كل سيارة ضلالة، لتوقفنا عن السير، لتوقف العالم، أو لتخلفنا عن مخاطبة العالم، أو لتوقف المسلمون عن الأخذ بدينهم بسبب الفهم الخاطئ. إذن كل محدثة لا يقصد بها كل محدثة على الإطلاق، وإنما يقصد بها كل محدثة في الدين. الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. من أحدث في أمرنا أي من أحدث في أمور الحياة الأخرى لا يدخل فيها، فهو تخصيص لكل محدثة بدعة. ثم قال وكل بدعة ضلالة. هل كل بدعة ضلالة؟ نقول هناك بدع مستحسنة لا يمكن أن نقول عليها ضلالة في الدين. نعم في الدين، مثل مدارس تحفيظ القرآن أليست من الدين؟ من الدين، وهي بدعة لكنها بدعة حسنة. مثل تأليف الكتب في الرد على من يأتي بالشبهات للمسلمين، هذه بدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في تأليف الكتب لكنها بدعة حسنة. مثل ختم القرآن كاملا في صلاة التراويح في الحرمين، هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهي بدعة لكنها بدعة حسنة. مثل الدعاء عند ختم القرآن الذي يحصل وقت طويل وتخشع القلوب له في الحرم المكي وفي الحرم المدني، هذا لم يحفظ عن النبي ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن تابع التابعين، القرون المشهودة لها أنهم كانوا إذا ختموا القرآن في صلاة أنهم يختمون القرآن في صلاة القيام ثم إذا ختموه يطيلون الوقوف بالدعاء والابتهال قبل أن يركعوا. هذه كلها من البدع الحسنة. لماذا قلنا بدعة حسنة؟ من النبي يقول كل بدعة ضلالة، نقول كل هنا مخصصة. ما الذي خصصها؟ خصصها حديثان. الحديث الأول هو الذي خصص ما قبلها كل محدثة بدعة. من أحدث في أمرنا هذا ماذا قال النبي؟ ما ليس منه. هذا منطوق النص، مفهوم النص من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه فليس برد. لهذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال قيل له أليست بدعة، أي صلاة التراويح العشرين ركعة النبي قد توقف عنها لماذا أعدتها، أليست بدعة يا أمير المؤمنين؟ قال نعمة البدعة هي، فسرها بعض العلماء بأنها البدعة اللغوية، ما لا إشكال لا مشاحة في الاصطلاح، هي بدعة حصلت في طريقة قيام الأمر في ترتيبه في خدمة الدين، إذن من الممكن أن تكون حسنة. ما المقصود من هذا؟ ليس المقصود الآن قضية البدعة، قضية البدعة الكلام فيها يطول، وإنما جئنا بها كمثال لاستخدام لفظة، حتى نعود إلى الدرس، لاستخدام لفظة كل. ولهذا لما قالت السيدة عائشة يصوم شعبان كله، بعض العلماء قالوا تقصد السيدة عائشة جله أي أكثره. وعلى هذا يبقى الأمر أن الأفضل أن يصوم الإنسان ويفطر ويصوم ويفطر. بعض العلماء جمعوا بين الروايتين بفهم ثاني، قالوا السيدة عائشة تكلمت على العموم
أنه لم يستكمل صوما إلا رمضان، أي لم يتعمد استكمال صوم بمواظبة عليه إلا رمضان. ولكن الحديث الآخر عندما قالت السيدة عائشة صام شعبان كله، فيه دليل على أنه بعد ذلك صام شهر شعبان، وأنه استكمل صيام شهر شعبان أجمعه. وإذا استكمل صيام شهر شعبان أجمعه عرف بذلك أن المستطيع أن يصوم الشهر كامل رجب شعبان رمضان دون أن تضعف قوته فهو على خير وإلى أجر، لا نعترض عليه. ما فائدة هذا الاختلاف؟ الإشكال الذي حصل مع الناس اليوم أنهم تعودوا يأخذوا قولا واحدا، يصح ولا يصح، أسود أو أبيض، يصح أو لا يصح، يجوز أو لا يجوز، حسن أو قبيح. الشريعة جاءت بأمور حاسمة في العقيدة، هذه خلاص، صحيح صحيح، باطل باطل، لا إله إلا الله، لا معبود بحق في الوجود إلا الله، هذه ما فيها لعب. من اعتقد نقصان سورة من القرآن أو آية من القرآن الكريم فهو كافر، هذه ما فيها كلام، ما فيها رد، ليست محل نقاش بين الناس. من نفى نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو شكك بها، أو شكك في نبوة سيدنا عيسى أو سيدنا موسى أو سيدنا موسى إبراهيم أو أحد من الأنبياء المذكورين في كتاب الله المنصوص على نبوتهم المقطوع بها، فهو كافر، هذه ما فيها أسود أو أبيض. لكن عندما نأتي في الكلام عن الحلال والحرام، أو حتى نأتي في الكلام عن فروع العقيدة، الأمور الفرعية في العقيدة، فمن باب أولى الحلال والحرام، فالمسألة فيها سعة. ما وجه السعة في الحلال والحرام؟ أن هذا يعطي الأمة فرصة، الذي يستطيع أن يفعل هذا يفعل، والذي عنده همة أكبر يفعل ذاك. الإنسان المشغول أو الذي صحته ضعيفة أو الذي لا يستطيع أن يصوم رجب وشعبان ورمضان، لا نقول فاتك أنك بلغ فاتك الكمال، نقول له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصوم ويفطر، استطعت في يوم اثنين تصوم صم، استطعت في يوم خميس تصوم صم، استطعت في يوم جمعة وسبت تصوم صم، لأنه يكره إفراد الجمعة وحدها أو إفراد السبت وحده، على روايات مختلفة، الجمعة عيد المسلمين الأصغر في كل أسبوع، والسبت لا ينبغي تخصيصه إلا إذا صابه وردا كيوم عرفة. فنقول له هذا الرجل المشغول صم ما تستطيع وأنت على الكمال إن شاء الله في ذلك، ونقول للآخر الذي عنده فراغ في الوقت أو قوة في البدن أو همة في العبادة تريد تصوم رجب وشعبان ورمضان، جزاك الله ألف خير، إن الصيام جنة، يقول النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى، وورد أنه صام شعبان كله كما جاء في صحيح البخاري. فيكون في هذا ما يحمل هذا الصنف من الناس، وفي هذا ما يحمل هذا الصنف من الناس، فنخرج من الجدل العقيم في أمور عباداتنا وديننا، أنت على باطل، أنت على صواب، أنت بدعة، أنت صواب، أنت صح، أنت غلط، إلى مرحلة العمل. دعونا نخرج من الجدل إلى العمل، وأمامنا قضايا كأمة أولى أن ننظر فيها وأن نتناقش فيها وأن ندخل في حل إشكالاتنا فيها، أولى من أن نختلق إشكالات لم تكن عند العلماء المتقدمين الواعين، ما كانوا يرون في ذلك إشكال. حتى العالم الذي يرى في ذلك إشكال يقول هذا ما ذهبت إليه وذهب غيري إلى كذا وكذا وهو على خير، فإن أردت أن تأخذ بما رجحته فأنت على خير، وإن ذهبت إلى ما رجحه فلان فأنت أيضا على خير. كما قال الإمام الشافعي، رأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. فالنظرة الراقية هذه هي التي نحتاج إليها. إذا نخرج بشيء عملي، يستحب الإكثار من الصيام في شهر شعبان، هل اتفقنا على ذلك؟ عندنا نصوص في صحيح البخاري، تستطيع أن تصومه كله ولا ينقص ذلك من همتك في رمضان أو أداء واجبك في حياتك عملك وما أنت فيه؟ نعم الحمد لله عندي همة وقوة ويسرها الله لي، بارك الله فيك. دونك ورد أنه صام شعبان كله، قال لا أنا ما أستطيع عندي أعمالي، تعرف الشغل والظروف، بارك الله فيك، صم ما تستطيعه من شعبان. تستطيع أن تصوم الثلاثة الأيام البيض في شعبان، 13 والرابع عشر والخامس عشر، جمعت بين استحبابين، سنة الصيام البيض واستحباب الصيام في شهر شعبان، استطعت تصوم اثنين وخميس، جزاك الله تعالى عنا خيرا. ما استطع شيئا من ذلك، ادعو الله أن يبارك لك فيما أعانك عليه، وادعو الله أن يثيبك وأن ييسر لك كما يسر الذين يصومون، لا تنتقد الذين يصومون، ها إذا ما وصلت إلى رتبتهم فاعرف قدرهم، واحتسب عند الله أن عملك الآخر ستؤجر عليه بما لا يقل عن الأجر الذي ينالونه إن كان عملك على النحو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذا الباب جاء على هذا النحو ميسر وموضح لعظمة الأمر.